حنين لأني زيد تسألني مي منو زوج هند البلوشي وشنو قرابة هند لهيا شعيبي؟ راح أقول لك زوج هند البلوشي مشاري العوضي، طبعا هي متزوجة قبله مرتين، يعني هو الثالث، وهذا الشيء معروف إعلاميا، لأن مرة أيام ما سوت مسلسل اللقيطة صارت مشكلة مع زوجها الثاني وأثارها في جريدة الراي، وكان حتى أبوها الله يرحمه يعني وقف مع زوجها ضد هند البلوشي. لكن مشاري العوضي هو الزوج الثالث اللي أنجبت منه عبير وجاسم.